مستمرين بالمحور الثالث لليلة، والسؤال هو الحق على المحامين. بدي أشكر جينا اللي تابعت هذا الموضوع من نقابة المحامين بالشمال مع النقيب جريش. شكرا لك جينا، وشكرا لك حضرة النقيب. رح أتولى أنا الحديث مباشرة على الهواء مع نقيب طرابلس والشمال الأستاذ ميشيل خوري. أهلا وسهلا فيك كمان نقيب بيروت، وشكرا لأنك انضميت لنا. نحن مع الأسف وقتنا مش كتير طويل، بس رح أختنم هذه المناسبة لأقول أنه عبالي نعمل حلقة مباشرة على الهواء من طرابلس تحديدا، وتحديدا أكثر من نقابة المحامين بطرابلس، لأنه هي صرح كتير مهم بالمدينة، ويعني مكان ورمز للأمل بأنه هاي المدينة رح تبقى عايشة. توليت أنا الحوار لأنه بحب أنقلكم عدد من الإيميلز والاتصالات اللي تلقيناها، مع الأسف مش قادرين ننقلها مباشرة لعن جينا. رح أسألها أنا لإلك. أول شيء مساء الخير نقيب، ما عم شوفك، خليني أشوفك. كيفك؟ مساء الخير أستاذ زفان، يعطيك العافية. أولا بهنيك على برنامجك السابق والبرنامج الجديد، بتمنى لك التوفيق وبالإطلالي حل المشاكل الاجتماعية لكل الناس. شكرا لك. عندي أول إيميل من سمير عم يسأل مدى تطبيق المحامين لنظام المهنة. عم بيقول إنه في محامين بيشتغلوا بالسمسرة، بشركات تأمين، ببنوك. هل في نظام رقابة أو محاولة لدراسة هذا الموضوع وحله من قبل النقابة؟ يعني نحن اليوم عم نواجه كلام كتير، هالكلام ما له أي أساس من الصحة. اليوم المجتمع اللبناني هو مجتمع كبير، مجتمع العدلية هو مجتمع كبير. اليوم دخول إلى السرايا أو إلى قصور العدل هو دخول لكل الناس. نحن دورنا كنقابة المحامين نراقب كل الأمور، ومنعرف أنه هالأمور جزء منها موجود، أما جزء الآخر مبالغ فيه على الإطلاق. نحن ما فينا نمنع أي مواطن يدخل إلى قصور العدل لمتابعة قضيته أو متابعة أي شخص بيخصه. يعني لا، الأمور هي قليلة جدا والكلام مبالغ فيها. نعم. إلى حد غير معقول. هدى من طرابلس عم تسأل هل في محامين صاروا محامين بالواسطة، يعني هل في محامين شاطرين ومحامين مش شاطرين وصاروا بالواسطة ربما نتيجة الحرب أو نتيجة الفوضى، وشو موقفكم من تكاثر الجامعات اللي عم تعلم الحقوق بلبنان؟ إن هيدي سياسي عامي بتقوم فيها الدولة اللبنانية. أكيد اليوم أي تخصص أو أي اختصاص جامعي بده يتوفر له سوق العمل. اليوم الجامعات عددها كبير في لبنان، الاختصاصات اللي عم تتناولها الجامعات هي والخريجين ما يكونوا بأعداد كبيرة. نحن دورنا، نحن اللي مطالب فيه الدولة، مطالب فيه وزارة التربية بشكل أساسي، وخاصة وزارة التربية أو الثقافة والتعليم العالي، بوضع نظام لدخول الجامعات بشكل ما يمنع أي طالب من دخول الجامعات، لكن يكون الدخول إلى الجامعات بمعيار علمي بمعدل نجاح معين يتوفر لكل المواطنين. نعم. حسن منصور بيسألك، وفي عدد كبير من الإيميلز اللي اجت عن هذا الموضوع، كيف تتعاطى النقابة اليوم مع طلبات عمل المحامين الأجانب بلبنان وخاصة المحامين السوريين؟ هل في يعني قبول لهالطلبات، وشو التوجه العام للنقابتين؟ يعني احنا في معاهدات بين لبنان، اذا اخذنا المحامي الزميل السوري، في معاهدة بين لبنان وبين سوريا، او في معاهدة بين النقابتين، في اتفاقات بين النقابتين بترعى عمل المحامي اللبناني. يعني هلا بوجود عدد كبير من المحامين ومن المواطنين السوريين بلبنان، هل في شرط؟ يعني هل عم بتشجعوا، هل عم تقبلوا، هل عم تحدوا، شو عم يوصل؟ عم يجي لعنا على النقابة عدد من الزملاء السوريين بشكل خاص، لكن نظام النقابة الداخلي بيفرض انه المحامي السوري يكون يعني له حق يتوكل عن اي شخص، لكن نظام النقابة بيفرض يكون معه ويتوكل معه بنفس القضية محامي من نقابة طرابلس. شكرا لك حضرة النقيب ميشيل خوري. استراحة وبنرجع منتابع هالحلقة. بعد الإعلان، المالكون القدامى والمستأجرون إلى طاولة النقاش للمشاركة في البرنامج مباشرة على الهواء 01 48 48 80.